ومعنا عبر الهاتف منا بلس مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل. صباح الخير سيد أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. صف لنا الأوضاع الصحية في الضفة الغربية مع ارتفاع عدد الشهداء والإصابات أيضا. يعني بالتأكيد خلال 24 ساعة استشهد 5 مواطنين في الضفة الغربية نتيجة اقتحامات قوات الاحتلال للقرى والمدن والمخيمات في أرجاء الضفة الغربية، ولا زالت الاقتحام مستمر في نور شمس وبالتحديد في طول كرم بشكل كامل، مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، وهناك إصابات داخل مخيم نور شمس نتيجة القصف لم نستطع الوصول إليها إلى الآن. هناك عرقلة للطواقم الطبية ومنعهم من دخول المخيم، كذلك الأمر هو اعتقال أحد متطوعي جمعية الهلال الأحمر من داخل سيارة الإسعاف واقتياده إلى منطقة غير معلومة، إضافة إلى اعتقال أحد المصابين على مدخل نور شمس عمره 16 عاما مصاب بعدة إصابات في أنحاء جسمه نتيجة القصف من الطيران على نور شمس، ولا زال هناك حديث عن مجموعة من الإصابات داخل المخيم لم نستطع الوصول إليها. كذلك الأمر قام جيش الاحتلال باقتحام النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر في مخيم نور شمس وإفراغها من العاملين في هذه النقطة من ممرضين وأطباء متطوعين يعملون داخل هذه النقطة. أيضا كان هناك بالأمس اقتحام لمخيم دير عمار قضاء رام الله أدى إلى إصابة 3 شبان ارتقى طفل عمره 16 عاما نتيجة إصابته الخطر وأعلن عن استشهاده. وفي بيت أمر أيضا كان هناك إطلاق رصاص حي على شاب أصيب رصاصة في البطن كان وضعه خطر جدا، جرى عملية إنعاش قلب رئتين له ولكن أعلن عن استشهاده لاحقا. وكان هناك اقتحامات لعدة قرى ومخيمات ومدن في أنحاء الضفة الغربية ولكن لم نبلغ عن الإصابات. نعم، نتحدث أيضا عن عرقلة عمل لكوادر الهلال الأحمر الفلسطيني من قبل جيش وقوات الاحتلال الإسرائيلي، صف لنا واقع وطبيعة هذه العرقلة. يعني صحيح جيش الاحتلال منذ عقود وهو يعرقل عمل سيارات الإسعاف، كان هناك قصف لسيارات الإسعاف في عام 2002 أدى إلى استشهاد طبيب مدير مركز إسعاف جنين، وفي طول كرم أيضا قامت الدبابات بلحق سيارات الإسعاف واستشهاد السائق. وفي غزة الكل يعلم ما يحدث للطواقم الطبية بشكل كامل في القطاع، هناك شهداء ما يقارب 310 شهداء من الكوادر الطبية، لدينا بالهلال الأحمر 6 شهداء من كوادرنا استشهدوا نتيجة القصف وعشرات الإصابات نتيجة استهدافهم من قبل جيش الاحتلال. كذلك الأمر هو منع الوصول للمصابين والذي يشكل خطر على حياة المصابين ويزيد من الإصابة، هناك شهداء سقطوا نتيجة منع الطواقم الطبية من الوصول إليهم حتى أن تكون إصابتهم بسيطة، ولكن بسبب تركهم ينزفون أدى إلى استشهادهم. نعم. كما حدث في مخيم جنين وفي مخيم نور شمس وفي بلاطة أيضا كذلك الأمر، هناك أيضا اختطاف وهذا شيء جديد. نعم. يتم قيام جيش الاحتلال باختطاف المصابين من داخل سيارات الإسعاف واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ومنهم من اختطفوا وبعد ذلك أعلن عن استشهاده أثناء اختطافه. طيب سيد أحمد، معناك يعني أستثمر وجودك معنا وأسأل حول الأخبار الواردة من قطاع غزة وتحديدا من مستشفى كمال عدوان، أبرز الشهادات التي وصلتكم من هناك وكيف هي طبيعة الحال في المستشفى الآن؟
يعني صحيح، الكل يعلم أن الاتصالات انقطعت بشكل كامل في قطاع غزة. هذا اليوم الرابع الذي نفقد الاتصال مع زملائنا في القطاع، وهذا يشكل عبء كبير على الطواقم حيث يقومون بالتوجه إلى أماكن القصف على الصوت والنظر، ولكن لا يوجد أي اتصالات بشكل كامل. الكل شاهد من خلال وسائل الإعلام ما حدث في مستشفى كمال عدوان، كيف قامت الجرافات بسحق المواطنين وهم أحياء داخل مستشفى كمال عدوان نتيجة التجريف لهذا المستشفى. وكل المستشفيات في القطاع هي لا زالت في دائرة الاستهداف الكبير من قبل جيش الاحتلال. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني كنت معنا من نابلس، السيد أحمد جبريل.